وهنا مسألة، وهي: هل يجب على من رأى شخصا يأكل ويشرب وهو صائم ناسيا أن يعلمه أو لا؟ من الناس من قال لا يجب، بل دعه يأكل ويشرب، فهذا رزق ساقه الله له، لماذا تقطع رزقه؟ قال يأكل ويشرب هو معذور. ولكن القول الراجح أنه يجب إعلامه، يجب إعلامه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. فإذا قال هو معذور فنقول أنت لست معذورا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره. إذن إذا رأى شخصا يأكل ويشرب فإنه يجب إعلامه، وإذا أعلمه حينئذ يلفظ ما فيه من الطعام والشراب.